طيب تفضل مشكور. وتعليقا بتشكيل عهدة اللجنة الوطنية. أقول أنه اللجنة الوطنية للخدمة الاجتماعية وما تمتلكه من إمكانيات وما لديها من امتدادات في الميدان سيكون لها الأثر الإيجابي إن شاء الله، سيكون هناك تلقيح للغالبية الساحقة لقطاع التربية. لابد لما نصل عند الدخول المدرسي، ولما لا يكون كل منتسبي القطاع قد قاموا بالتلقيح، هذا أصبح واجب وطني، واجب صحي، وكذلك واجب تجاه الآخرين.